قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي الأخير في خارطة الطريق. انتخابات مجلس النواب على الأبواب، والجميع على أتم الاستعداد لتخرج بشكل لائق بالمصريين. وزارة الداخلية طمأنة المواطنين الذين سيتوجهون إلى المقار الانتخابية لاختيار من يمثلهم في مجلس الشعب، وقالت إن رجال الشرطة سيؤمنون مراكز الاقتراع وسيواجهون أي عناصر خارجة عن القانون. التأمين لن يتوقف فقط على المراكز الانتخابية، فالرئيس السيسي وجه خلال اجتماعه بوزير الداخلية بتأمين المنشآت المهمة والحيوية بجميع المحافظات، وشدد على ضرورة مواجهة أي محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم. الرئيس وجه أيضا بأهمية التيسير على المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة. اجتماع الرئيس بوزير الداخلية سبقه اجتماع لحكومة شريف إسماعيل ناقش جميع الاستعدادات، ليؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أن 10 وزارات وهيئات حكومية ستسهم في تسهيل سير العملية الانتخابية. تأمين الانتخابات، وهنا أشير إلى أن الوزارة انتهجت اتباع خطة للتأمين الشامل، مش بمعنى حراسة مراكز الاقتراع، مش مفهوم الجاردنج لمراكز الاقتراع قد ما هو تحقيق التأمين الشامل لكل أطراف العملية الانتخابية اللي هم الناخبين، وتمكنهم من الخروج من منازلهم في سهولة ويسر والوصول إلى مراكز الاقتراع، وده لا يتحقق إلا من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة. الاستعدادات لم تشمل مصري الداخل فقط، فالمصريون في الخارج لهم نصيب في ذلك، حيث كثفت البعثات الدبلوماسية اتصالاتها مع سلطات دول الاعتماد لتأمين المقار الانتخابية والناخبين. وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ستقوم هي الأخرى بجولات خارجية لشرح العملية الانتخابية وتحفيز مصري الخارج على المشاركة. رضوى معتمد، النهار اليوم. وللتعليق على سير العملية الانتخابية وما تبقى منها من 10 أيام لهذا الماراثون، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية. تحياتي يا دكتور جمال، وأهلا بحضرتك معنا عبر هذه الشاشة وهذه النشرة. وسؤالي يا فندم، يعني ما تبقى من الماراثون 10 أيام، يعني هل ترى أن العملية تسير في شكل إيجابي يبشر بانتخابات حرة ونزيهة وإقبال أيضا من جانب المواطنين؟ احنا بنتمنى، يعني في فرق بين التمني وفي فرق بين الواقع. احنا بنتمنى ان الانتخابات تمر على خير، ايا كان نتيجتها، ايا كان اللي هيمثله الشعب مين، ايا كانت القوائم اللي هتنجح او لا توفق يعني. لكن انا في قراءتي للمشهد انه المدخلات الخاطئه تؤدي الى نتائج خاطئه. حكومه لا تؤتمن، غير مؤتمنه على اداره العمليه الانتخابيه من البدايه، لم تقدم التسهيلات المطلوبة للحكومة الحديثة ولا الحكومة السابقة؟ نعم، الحكومة الحالية دلوقتي ولا الحكومة حكومة محلب؟ كلاهما ما فيش فصل ما بين الحكومة. أنا سمعت من التقرير إنه المتحدث أو المستشار رئيس الحكومة السابق هو نفس المستشار، فما فيش فرق بين الحكومتين. الحكومتين حكومة الاثنين بيقعوا تحت رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبالتالي احنا ما بنتكلم عن الحكومه باعتبارها دي امتداد للثانيه. فالمدخلات لم تقدم الحكومه التسهيلات المطلوبه لاجراء الكشوف الطبيه مجانا بالنسبه للي تقدموا قبل كده، وبالتالي تعالج خطاها. يعني ضنت على الناس ب 20 30 مليون جنيه، هي في النهايه دي خدمه مجانيه كانت تقدمها، طبعا حال ده دون ان يكون هناك قوى اليسار وغير القادرين وقوى طلع على الثوره ان هم يشتركوا في الانتخابات ويشتركوا في العمليه الانتخابيه وفي القوائم. فاصبح المنافسه ما بين اهل البيت الواحد، هم القادرين الاغنياء، المال السياسي بيلعب دور كبير جدا، ده هيؤدي الى انتاج برلمان يغلب عليه المال، يغلب عليه الرأسماليين المتوحشين، يغلب عليه قوة مضادة للثورة، يغلب عليه قوة مضادة حتى للرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه. طيب احنا دلوقتي فترة الدعاية الانتخابية، وانت اقدر الاشخاص علما وفكرا يا دكتور جمال تجيبني على السؤال التالي: كيف سيتم استخدام المال السياسي؟
في الدعايه. المال السياسي حضرتك ملهوش ضوابط، والحكومه زي ما انا قلت قدمت مشروعات قوانين بتغذي المال السياسي. يعني مثلا لما عملت سقف الصرف على المقعد الفردي 500,000، احنا قلنا مش عايزين المال يلعب دور، عايزين الكفاءه. الكفاءه تاتي منين؟ من ان انت تكافؤ الفرص. فانت لما تحط 500,000، قلنا 100,000، يعني احنا كنا ايجابيين واقترحنا. الحكومه مصره على تغذيه فكره المال السياسي، وكان الانتخابات اصبحت للقادرين. اثنين، ان هناك مجموعه رجال اعمال في المشهد يصرون على التدخل السافر في العمليه الانتخابيه، وبنشوف مؤتمرات صحفيه عندنا 5 رجال اعمال كبار مصرين ان هم يبقوا اطراف في العمليه السياسيه، بيمولوا احزاب سياسيه بشكل مباشر. عندنا مثلا تاويرس، عندنا اكبر قرطام، عندنا سيد بدوي، عندنا فرج الله، عندنا محمد السويدي، عندنا ابو هشيمه، يعني كل دول اسامي موجوده في الشارع السياسي وبتداولها الاعلام وبتداولها الناس بشكل علني. فبالتالي هؤلاء في خطوره على البرلمان. طيب، القادم النقطه الاساسيه يا فندم، وده اخر سؤال، يعني اعتذر على الاطاله، عمليه الصناديق، صناديق الاقتراع، يعني هل سيصيبك اي شك بانه سيكون هناك اي سيناريوهات مؤلمه على المصريين في الاقتراع؟ انه العمليه الانتخابيه هي عمليه بتعيد انتاج نظام مبارك في اجراء الانتخابات، وما فيش انتخابات كده الا في مصر، ان انت تبقى على مرحلتين او ثلاثه، كان قبل كده ثلاثه، بعد كده عملوها مرحلتين، وكل مرحله مرتين، وكل مره يومين، يعني عمليه منهكه جدا جدا للمترشح وللناخب. صحيح. وغير ضمانات، يعني لا تتوفر لها ضمانات. الحكومه اللي تتخلف لعمل القوائم، يعني قائمه تحب مصر، وانا باصرار كتبت 12 مقال، هي اللي عملت قائمه تحب مصر، وعندي الشواهد والادله وكتبت الكلام ده. هل تؤتمن ان هي اساسا تبقى الصناديق تحت حمايتها؟ لا تؤتمن. لما تكون ما قدمتش التسهيلات الواجبه وتعالج يعني تكفر عن ذنبها في عمل الانتخابات الاولى الفاسده دستوريا، يبقى في هذه الحاله لا تؤتمن. احنا بانه الانتخابات تتعمل في يوم واحد ومرحله واحده، واذا كان في اعاده يبقى مره ثانيه لمن لم يصل 50%. تمام. وان كنا احنا يعني مصرين على ان ما يبقاش في اعاده. انا بشكرك جزيلا. الله يخليك، شكرا جزيلا دكتور جمال زهران، استاذ العلوم السياسيه، قراءة في سير العملية الانتخابية حتى الآن وما تبقى 10 أيام على بداية الماراثون.